المعول، قرية صغيرة من قرى ولاية بهل العريقة، تغفو في حضن الجبل كنخلة شامخة، تحلم بالدفء والحياة والماء. فلج المعول أو فلج الدن، والمقولة الشائعة فلج الدن يوم حالنا ويوم حال الجن. هذا الفلج ينقطع عنا 6 شهور ما كتر غير ذاك الرق، بنفس الفلج ينقطع 6 شهور. حال ثاني يوم يصير وخصب إن كان فضل صيح وبلاد ما تشوفوا هذا كتوه، وغير الله ذاك الرق ولا ما شمعتاش بلاد بكل حد يسقي كل مرشي كل مرة 2 و3 و4 ولا يبس علينا 6 شهور كاملات. ويوم يكون خصب إن كان مضى سد صيح وبلاد. هذا اللي معنى الكلام. وفي وقت القبلية هذا من يوم زمن شياب المأهر مأهر هذا كحولته ينقطع عنهم ويصير يتفرق مساكين يدبروا حروك ما لكن عرض. وسباب هذا القطع ولأن بهلة واحدة من أكثر المدن العمانية التي لها ارتباطات وثيقة بالميثولوجيا، فإن قرية المعول لم تشد عن هذه القاعدة في توظيف الأسطورة لتفسير الظواهر الطبيعية. يقول المؤمنون بالأساطير هنا إن الفلج يوزع نفسه بالتساوي بين الإنس والجن. دور الإنس يكون في الأيام التي يتدفق فيها ماؤه جالباً الخضرة والحياة والأمل، أما حين ينقطع جريان الفلج فإن ذلك يعني أنه ذهب إلى الجن ليعطيهم حصتهم من الماء. أهلك ماشي منه لكن لك يومها حالنا ويومها الجن، لكن لا عاد خلق زيفه ولا ما شيء منه كذا حمد ولا ما كذا ما شيء منه ما سمعناه بحن لا زمن شيابنا ولا هذا رفيق وبن عم لا سمعناه بناء ولا هو ولا شيابه. نقول لك هذا الفلج يستمر محل طويلة يصير طويلة محل يصير ما تلقى حتى تشرب مي بكفك وبعدين فيه يجي طعم ما يحتاج، ولكن يجي له مرة ومرة 5 شهور 6 شهور ماشي ما هذا العرض يا ومرة ومرة يجيك ساعة شيء ونص ساعة ماشي ساعة شيء ونص ساعة ماشي ما نحيد من قدرة الله. هذا الله يعلم ما نحيد موها وهناك ما أنه شيء قباله. هذا ويبدو أن هالة الغموض ستظل تلاحق هذا الفلج من خلال الحكايات الكثيرة التي تنقطع خلالها الشعرة الرقيقة الفاصلة بين الواقع والخيال. كانت بنية كل واحد من سنين قام قرشي من سنين ونوخ تحت هذا الزمن شيء زمن ما شيء وصارت عوين تروه من هذاك الفلق وقبضت ولا حد شافت العين. وقام يوم يجي المقارشة في وقت القبلية طلبة ويطلع لهم ومن تو في الزمان ذا ما يجي المقارشة هنا الخلق كل حال مشانه. ثمة حكاية أخرى تضفي هذه المرة صفات إنسانية على الفلج، فهو يحب الطيبين من البشر ويتعاطف معهم. واحد من الشياب ولا ما فوكيادنا ولا شفنا ولا اشتهدنا به هذا كلام ما نحيده سرك ولا زجي أن تزييف يقول أن ما شيء ما بيطلع وتطوع عندها مية وجاء ماتينا ودخل واحد من الشياب وسألوه يقول أن يبسألوه جاء ودار يغسلوا مغسل هناك ما تحيده حمل المغسل حيده مغسل يقول جاء بعدين ما غسل وشل الرجال نقطع. هذا اللي بسمعناه بما نحيد أكيد إنه ما أكيد هذا وكيد وكيد هذا شغل قبلي هذا إحنا بو خبرونا شيابنا عنه خبرنا كم يبقى
صدق انه يمشي المغسل في المغسل، لكن مخلوق طلع في الثوب انقطع هو. ما على المرء إذن إذا ما احتاج للماء والفلج ناضب سوى أن يأتي إليه ويطلب الماء، فإن كان إنساناً صالحاً فسيجد بغيته، وإن كان غير ذلك فإن الفلج لن يستجيب لندائه وإن كرره مئات المرات. زمان تغير، ما اليوم ما يحكى العود. هو ابونا هذا الفلج ما هناك كان، يقول هنا من سنين ها، يقول على جاي شويه، ولكن درب عين يخدموا نقطع. ونقع من هنا شي حمير؟ من هناك نقع. نقع من هنا؟ من هناك نقع. ولا هو اساس الفلج ابونا من دو. غير دار باين مسعولة بمسمار، يوم دار مسعولة بمسمار. درب عين خدموا باين يكون عنها مي يجي يضربوه. مقطع وجاها معد من هناك هذا يجي يقول واحد انجليزي يقولهم باي دخل هناك وبغى يكون يشوفه وما راه يدخل ويرجع يدخل ويرجع. ما حد يقدر يدخل ترى كبيب هذا ولا هو ما ان تقول لنا شيء في قباله ما شيء فيه. لكن التفسير العلمي لظاهرة جريان الفلج وانقطاعه يبدو أبسط بكثير من الخوض في متاهات الأسطورة. ففي دراسة للعالم ستينجر عام 1986 فإن العيون النادرة لها مجرى ضيق وخزان جوفي محدود وموجود في نطاق ضغط عالي يؤدي إلى اندفاع الماء بطريقة السيفون.